السلام عليكم. هذا رسم العام اللي هو النهائي او الكورس الثاني، ما اعرف شنو بالضبط، بس المهم هو عبارة عن جير بوكس وبداخله 2 دشالي معلات اللي هن البابل جير، وبي 4 دشالي عدلات اللي هن سبور جير. نبدأ بالاطار الخارجي اللي هو 300 ب 300، هاي 300 انتر ب 300 انتر، هنا هم 300 ب 300. انزين، عندنا هو اطارين طبعا، الثاني على بعد 18 نسوي له اوفسيت، وين الاوفسيت راحت؟ اوفسيت 18 انتر، ولكن كذا الار مالت الداخلي 15 والخارجي 20، هذا هنا مبين. نسوي له فلت ار انتر 15 انتر، نبدأ بالداخليات، هذا هذا نو بس راح يأذينا طبعا. زين، الفلت الثاني 20 اللي هو الخارج يعطي ار انتر 20 انتر، زين هسه كملنا الاطار الخارجي. بعد الاطار الخارجي راح نبدا نرسم الترس المال اول مرة، اللي هو هذا هو منطين هنا البابلات، اول بابل اللي هو هذا هو، ومنطين ثاني بابل. البابل الاول المشكله ما منطي بي زاويه، او هي نفس الزاويه اللي هي هم 30، والله ما اعرف بالضبط، انا رسمته حاولت ارسمه واحتاريت بيه، بس شفت اسهل طريقه هي طريقه التسقيط. هسه نشوف شلون راح نبدا الرسمه، هذا شو نخلي بعده. هسه راح نجي نرسم الترس المائل. اول مره راح نبدي بهذا الترس اللي هو الاسفل، طبعا هو منطيني هنا الزاويه 37. انا راح اجي ارسمه يعني ارسمه جانبي، يعني راح ارسمه مثل هذا، وبعدين راح اسوي له روتيت واوفره، مو مشكله. نبدي بالبدايه نطلع الام ونطلع الاي ونطلع الادندم والديدندم. انا مطلعهن هنا أنا على صفحه يعني حتى ما اطول بالرسم. طبعا بالبدايه راح نبدا بالام، الرسمه الام انا طلعته مقارنه اللي هو اي كوساين التي، الاي طلعتها من البي سي دي على 2 ساين التي، طلعت القوانين اللي عندي وكملت. طلع عندي البابل الثاني، طلع عندي الام 43، طلع 43.12، 43.12 انتر. ايش قد راح نصعد؟ راح نصعد اللي هو نصف البي سي دي، البي سي دي مالته ايش قد؟ 65، راح نصعد 3.2.5 انتر، وراح نجي ونوصل نتاكد من انه رسمنا صحيح. نجيب المقيس الزاويه الانجلر، هاي هي بين هاي وبين هاي، طلعت 37، ممتاز. زين هسه كملت اجي ارسم الزاويه، طبعا الزاويه انا اعرف انها 37 نفس ذاك الفيديو، اخر فيديو، هاي 37 ومنها 90، فأكيد الزاوية راح تطلع 127، يعني على أثر ذاك الفيديو شرحته هناك شوية بشكل أوسع. افتح زاوية، افتح زاوية 127 انتر، طولها هنا لنا بهذا الوجه وأطوله، طفو بالبداية الأورثوجونال. زين انا نطلع الادندم والديدندم هم مالته، فمن انا راح نطلع الادندم اللي هو راح يكون 5 انتر، وراح اجي اوصل لهنا. الديدندم مالته الديدندم مالته هو 5.78 انتر، راح نجي ونوصل لهنا ترمات ترتيبات، نمسح هذا، نمسح. زين هذا هم راح نمسحه، وراح نجي نرسم الناي.
حلو، هسه هذا كملناه. زين هسه شلون راح نسوي؟ منطيني هو هذا هو 30، طبعا المسافة منها 30 ومنها 30 اكيد نفسها، فراح نجي نسوي منها 30. ليش نفسها؟ لان طبعا انا حاولت اخذ هذا الفوق و37 بس ما رحمت، يعني طلع هذا ما يتصفح، يعني هن اثنيناتهم هذني متعشقات، يعني واحد متعشق بالثاني، ونشوف هنا انا هذني يعني شلون متعشقات وضبط بهذا الشكل. بس نشوف شو راح نسوي، يعني اكيد 30 هن من هنا. راح اطفي الاورثوجونال اللي هنا، اخلي الماوس ونطي مسافة 30، مسافة الفيس اللي شرحها الاستاذ. هاي يمه الماوس اللي هنا زين، قلنا هذا راح نجي، هذا راح نجي نسوي له كوبي اللي هنا ترمات. زين نرسم لاين بعد من هنا لهنا. حلو، هسه راح نجي نسوي 50. طبعا منطيني هو العفو، لا مو 50 الطول، نعم مالته 50، بس القطر الداخلي مالته 14 اللي هو بقطر الشفت، والقطر الخارجي مالته راح يكون 20 اللي هو هذا مبين هنا، هاي 20 وهذا 14. زين شغل الاورثوجونال، نص 14 7، لان جاي نرسم بنص، مش من على 50 انتر، ننزل 7 انتر، نوصل لهنا، نرجع لمكاننا، نصعد هالمرة 10، نص 20 هم راح نمشي 50 نفس الشيء، وراح نجي ونوصل لهنا. زين نسوي للفلت، الفلت مالته 4 يمكن، الفلت مالته اي 4، هذا هو الفلت هذا اتاكد 4 اي 4، ار انتر 4 انتر بين هذا وبين هذا. زين هسه هذا راح نجي نسوي له ميرور على الجهه الثانيه اللي هي مالته نفسه، يعني من اللي هنا. زين هسه هذا هو كملنا اللي هو هذا هو، نجي نسوي له روتيت، نحدده كله، طق روتيت ار يو، طلعت لنا هي الروتيت، تفضل مثلا من هنا. حلو بس هذا هو رسمنا اللي هو هذا هو الاخ هنا. زين طبعا هنا هاي منا اللي هنا بس، وهاي منا اللي هنا بس. زين هسه راح نجي نرسم الترس الثاني. زين هذا راح نجي نرسمه، هذا دوخة راس، منطيني بس البي سي دي، منطيني انه ما منطيني فد شيء. زين شلون راح اجي ارسمه؟ راح ارسمه تسقيط انا. زين شلون تسقيط؟ هسه نشوف هنا انه هن متعشقات بالضبط، فمن هنا راح اصعد بلاين. زين انا قبل لا اصعد بلاين، انا مو عندي اعرف انه هذا اكيد نفس هذا، يعني هذا اللي هنا عددهم والديدندم اكيد نفس هذني، فيعني لازم يتعشقن. فشلون راح نسوي هذن؟ هن راح نحددهن وراح نجي نسوي لهم ميرر. زين هاي النقطة من هنا لهنا انتر. حلو هسه وراش راح نسوي؟ راح نجي ونسد هذا بلاين او على اليمين للمنتصف، جد المنتصف ما احد يعرف. زين زين هسه راح نجي نكمل الجزء ونكمل الثاني. طبعا هذا قلنا نفسه متعشق به، فاكيد هذا راح يسقط، يعني شوفون هذا هو الجزء نفسه، وراح نجي نسوي لنا لاين انه راح نصعد لي فوق، ومن هنا هم نفس الشيء، سوي له ترين، كليك ايمن، نمسح هذين الاثنيناتين. ها خلينا نجرب الخط اللي هو مثل هذا، بعد نص نص بيناتهم، ماكو حاجة لا زاوية ولا شيء. زين هسه راح نجي نرسم القطر الداخلي مالته 18 ب 30، 18 وهم 50 الطول مالته. من هنا راح ننزل، ننزل ايش قد؟ نص 18 اللي هي 9 انتر، راح نمشي من هنا 50 انتر، نصعد 9 انتر، نجي نوصل هنا، نرجع لنقطتنا نفسها، نص 30 15 انتر، نمشي هم 50 انتر، نوصل للنقطة نفسها. زين نسوي فلت، الفلت مالته 4 اللي هو نفس هذا اخير واحد كنا نشتغل عليه. ها هذا راح نجي نسوي له ميرر على الجهة الثانية اللي هو هذا، وميرر هنا
ونفس القضية، هذني هذني اللي هنا واصلات بس. زين نجي نسوي هاش حتى توضح الصورة أكثر. هذا الهاش. زين هسه كملنا التروس المائدة. زين هسه ايش راح نجي نسوي؟ هسه راح نجي نرسم التروس العدلة. الأول ترس اللي هو هذا هو هنا، يعني سبور واحد اللي هو هذا هو. نجي الرسمة منطيني 16 هنا لاين، انا راح اصعد 16 انتر. راح امشي مسافة البي سي دي. البي سي دي ايش قد؟ البي سي دي مالت 75، 7 5 انتر. زين انا اريد امشي الادندم مالت اثنينات اللي هي جو الفوق. الادندم مالتي 2.34 انتر. زين مشيت اول ادندم، امشي الادندم الثاني هم 2.34 انتر. حلو هسه مشيت الادندمات اثنيناتهن 16 اللي هنا هسه انا هنا بهاي النقطة. هنا راح امشي الادندم اللي هو 2.34 انتر واصعد شوية اللي هنا. زين هنا نجي هاي النقطة هم 2.34 انتر. هم نصعد شوية نطلع لنا هذا راح يكون سناتر. زين بس هذا كملنا. زين مثل ما نشوف احنا انه هو طاق بالنص هذا الشيفت بالضبط، فاحنا هم راح نجي نقسمه بالنص. هذا المنتصف هو الشيفت 14، راح نمشي 7 من هنا انتر ونوصله لهنا. زين راح اشتغل بس على هذا الجزء، هذا كذا راح نسوي له ترم وبعدين ديليت. زين هسه هذا راح اجي اشتغل عليه. اشوف هذا المربعات الموجوده اللي هنا، هذا هن الطول مالت الواحد 28، هذا هنا مبين كنا 20 بس هو 28. زين والعرض مالته 8، فانا راح ارسمه على سطح حاليا راح احتاج به هواي شغلات. هنا راح ننزل 28 انتر. العرض شلون عرفته 8؟ خلي اقول لكم شلون عرفته 8. العرض شلون عرفته 8؟ هنا عندي انا 30 وهاي انا عندي شيفت 14. 30 ناقص 14 16 اللي هي هاي وهاي، قسم من على 2 8. زين لاين ان راح نمشي 8 انتر.